النهاردة هنتكلم على الشادو فاونديشنز أو الأساسات الضخمة. في عندنا الأساسات ممكن نقسمهم لنوعين أساسيين، يا إما شادو فاونديشنز أساسات ضخمة، يا إما ديب فاونديشنز أساسات عميقة. لو عندنا التربة السطحية مناسبة إن أنا تشيل الأحمال اللي جاية من السوبرستراكشر، ففي الحالة دي بستعمل الأساسات الضخمة أو الشادو فاونديشنز. لو التربة السطحية دي ضعيفة إنها تشيل الأحمال اللي جاية من عندي، فبنقل الأحمال دي إلى أعماق أكبر باستخدام الديب فاونديشن. الـ requirements للـ foundations لازم تبقى الأساسات دي محطوطة على عمق مناسب، الـ stresses أو الإجهادات اللي جاية من الـ superstructure على السويل لازم ما تتخطاش السويل سترينث، مقاومة التربة. لازم برضو أحقق إن السيتلمنت بتاعتي سواء التوتال أو الديفرنشال سيتلمنت تبقى في الحدود المقبولة. لازم الأساسات دي يتم تصميمها بناء على الأحمال الإنشائية الموجودة عندي. النقطة اللي بعد كده، لازم الماتيريال اللي هعمل منها الفاونديشن تبقى تتحمل أي كيماويات موجودة في التربة أو موجودة في الجراوند ووتر تيبل، وخصوصا السلفيتس والكلورايدز. فاونديشنز لازم نحطها لو عندي أي طبقات سطحية غير مناسبة للتأسيس زي مواد عضوية أو ردم أو أساسات قديمة أو راتش، لازم أحط منسوب التأسيس بتاعي يبقى أوطى من الطبقات دي. لو في عندي الفاونديشنز should be placed below surface layers affected by seasonal temperature or moisture changes or erosion، في مناطق بيبقى بيحصل فيها تغيرات كبيرة في درجة الحرارة، مثلا بيبقى في تجمد وبعدين درجة حرارة واطية، فممكن يحصل للأساسات دي إنها تتعرض للتجمد وبعد كده ثوينج أو إنها تفك، فده بيأثر على الديورابيليتي بتاعتها، فلازم أختار منسوب التأسيس يبقى أعمق من المنطقة اللي بتتأثر بتغير درجات الحرارة دوت. كذلك لو في منطقة مثلا فيها نهر ممكن تيجي سيول تشيل الطبقات من التربة، فلازم يبقى منسوب التأسيس بتاعي أعمق من كده. هو لو في عندي سلوبينج جراوند، أرض فيها ميول، فلازم الأساسات بتاعتي تبقى محطوطة مسافة بعيدة عن السلوبينج جراوند دي بمسافة كافية. لو عندي أساسات قائمة، لازم أتأكد إن الأساسات القائمة دي مش هتتأثر سلبا نتيجة الأساسات اللي أنا بحطها. في عندي أنواع مختلفة من الشالو فاونديشن، من ضمنها أول نوع القواعد الشريطية أو الستريب فوتينج، وديت ممكن أستخدمها عشان أشيل الأحمال اللي جاية من حيطة أو من مبنى حوائط حمل. تاني عندي isolated footing أو قواعد منفصلة، دي ممكن تشيل حمل عمود في المباني الهيكلية كما هو موضح بالصورة المرفقة. لو عندي قاعدتين قربوا من بعض بحيث إن هو حصل تداخل بينهم، أو كانت المسافة اللي بينهم صغيرة بحيث إن هو هيبقى صعب أنفذ شدتين لكل شدة لكل قاعدة منهم، ففي الحالة دي بعمل combined footing أو قاعدة مشتركة تشيل العمودين دول مع بعض. في حالة وجود قاعدة جار اللي هي بيبقى عندي حدود الأرض، بقدرش أبني خارج حدود الأرض بتاعتي، ففي الحالة دي القاعدة بيبقى العمود مش متسنتر على القاعدة بتاعتي، فبالتالي بيبقى عندي اكسنتريستي، تبقى الستريسز تحت القاعدة دي هتبقى لو اتحدت لوحدها تبقى نون يونيفورم ستريسز، فأنا بقوم رابط القاعدة دي بقاعدة داخلية باستخدام ستراب بيم عشان ننقل اللي هو الاكسنتريك لودينج ده اوزعه بين القاعدتين بحيث ان احصل على يونيفورم ستريسز تحت القاعدتين. الستراب بيم فوتنج consists of a rigid beam connecting the exterior footing to an interior footing عشان to transmit the unbalanced shear and moment. في عندنا هنا هو زي صورة للستراب بيم فاونديشن تربط بين القاعدة الخارجية والقاعدة الداخلية، والهدف منها زي ما قلنا الحصول على يوفن ستريسز تحت القاعدتين. النوع اللي بعد كده هو عندنا المات أو الرافت فاونديشن،
دي بتغطي المساحة الكلية بتاعة المنشأ، ودي بستخدمها لو الإجهادات بتاعتي زادت بحيث إن حصل تداخل كبير بين الـ isolated footings. في منها كذا نوع، في منها الفلات بليت اللي هي نوع اي اللي هي كلها لها سمك واحد، في عندي فلات نوع بي فلات بليت ثيكن اندر كولوم، ممكن عشان في مناطق معينه فيها اجهادات عاليه او سبينج اكشنز عاليه ازود فيها الثيكنس بتاع الرافت ويبقى اقل في مناطق اخرى. في عندي تايب سي سلاب اند بيم، عندي بلاطه وكمره، دي بتديني ستيفنس برضه للرافت بتاعتي. في عندي تايب اللي هو دي فلات بليت وذ بيدستل، هو شبه تايب بي بس عندي بيبقى كأن انا عندي بليت وفوقيه بيبقى محطوط القواعد مرتكزه فوقيه. واخر نوع سلاب وذ بيزمنت، عندي اللي هي زي ما انتم شايفين كده هو البلاطه ومربوطه بالحيطان بتاعت البيزمنت، ودي بتدي برضه ريجيديتي البيزمنت بتاعي والمنشأ بتاعي. أول نوع عندي هي القواعد الشريطية أو السيف فوتي. إحنا أول حاجة هنفترضها إن إحنا عايزين يونيفورم ستريسز تحت القاعدة بتاعتي. فالسيف فوتي ديت بيبقى لها عرض بي ولها طول طويل بالنسبة للعرض دوت. إحنا نفترض إن هي إنفينيت. عايزين نحسب عرض القاعدة. فعرض القاعدة هيبقى بيساوي التوتال لود اللي جاي عندي مقسوم على الالاوبل جروس بيرنج كاباسيتي، او هيساوي النت لود مقسوم على النت الاوبل بيرنج كاباسيتي. البي نت هو اللود ات جراوند سيرفيس، البي توتال هو النت لود اللي جاي من السوبر ستراكشر زائد وزن القاعده زائد وزن السويل اباف الفاونديشن، اللي هو تقريبا بنقوم ضاربين البي نت في 1.1 الى 1.15 عشان ناخد في حسابنا الاحمال بتاعه وزن القاعده ووزن التراب اللي فوقيه. عندي الستيب او الول فوتنج دي شكلها، في الدروينج 1 ده بيبين الدايمنشنز بتاعتها الترمينولوجي اللي احنا هنستخدمها. قد يكون هناك قاعدة بلين كونكريت وفيها reinforced كونكريت، وقد نستغنى عن وجود البلين كونكريت خالص ويبقى reinforced كونكريت هو الموجود بس. الرسمة رقم 2 بتوضح لي الستاتيكال اكشنز، السكشنز اللي ناخد عندها المومنت او ناخد نعمل عليها تشيك على الشير، والستاتيكال سيستم بتاعي المستخدم الستريسز اكتنج فين على القاعدة بتاعتي. هنا الصورة دي بتوضح تسليح الحديد في الصورة اللي هي رقم 3 Detailing with wall beam، يبقى شكل حديد التسليح في وجود كاميرا بتشيل الحيطة اللي فوق. رقم 4 Detailing without a wall beam، لو أنا عندي الحيطة مرتكزة على القاعدة بصفة دايركت. هنشوف خطوات التصميم بتاعت الستريب فوتنج. اول حاجه الثيكنس اوف ذا بلين كونكريت بيز، لو البلين كونكريت بيز دي اوبشنال لو انا هستعملها الفايده منها نقلل كميات الخرسانه المسلحه. فسمكها بيتراوح من 20 الى 40 سنتي. كل ما الحمل زاد كل ما بنزود الثيكنس بتاعتها. بعد كده بنشوف البروجكشن اكس اوف ذا بلين كونكريت، هي بتمتد قد ايه. الكلام ده نقراه مع السلايد رقم 13. اكس عاده بتتراوح من 1 تي الى 0.8 تي. بعد كده اهوت بنعمل خلاص احنا جبنا ابعاد البلين كونكريت، هنعمل بقى ستراكشر ديزاين للرينفورسد كونكريت عشان نحدد سمك الخرسانه وحديد التسليح اللي هنحطه قد ايه. الكفر بناخده في الخرسانة المسلحة اللي تحت الأرض من 5 إلى 7 سنتي عشان نحمي الخرسانة من الكيميكال أتاك. الأقل قطر نستعمله في حديد التسليح هو 12 ملي. أول حاجة هنحسبها هي الماكسيم بيندنج مومنت. هنيجي ناخد لو رجعنا لسلايد رقم 13 هنلاقي إن أنا بحسب البيندنج مومنت عند سكشن 1 1 فور فوتنج وذ وول بي، ودي المعادلة اللي هنحسب بيها المومنت باعتبار إن الجزء ده كانتيليفر. عندي بي إن هي النت كونتاكت ستريس بتوين الريفورسد كونكريت فوتنج أند بلين كونكريت بيز، وبتساوي بي ان على بي 1.
لو انا استعملت حيطه طوب وهي ريستنج بصفه مباشره على رينفورسد كونكريت، الكريتيكال سكشن طوله هيزيد شويه بمسافه تساوي بي على الاربعه، يعني هيدخل جوه الحيطه مسافه بي على الاربعه لان ما بقاش في الريجيد بيم ده موجود عندي، وهستعمل المعادله بس بطول كانتليفر اكبر شويه. هنا السلايد دي بتوضح التشيك اوف شير اللي هو يبقى عند سكشن 2 2، هنرجع برضو للسلايد رقم 13 اللي فوق، اللي هو بنقول ان بنحسب الشيرنج فورس الكريتيكال سكشن، يعني هيد تشيك على بعد دي من وش الحيطه، وبنحسب الشير ستريس، المفروض الشير ستريس ما يزيدش عن 6 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. طيب الحالة الثانية، احنا عندنا قاعدة سنتريكلي لودد، يعني العمود جاي في وسط القاعدة، ما عنديش مومنتس ولا أي حاجة، بحيث إن القاعدة ديت كونسنتريك واليونيفورم ستريسز تحت القاعدة. فلما نيجي نحسب الأريا بتاعت القاعدة، هنقول أبعاد القاعدة A B بتساوي 2 P total، التوتال لود مقسوم على الألاوبل جروس بيرنج كاباسيتي، أو هنقول إن الـ AV بتساوي النت لود مقسوم على الألاوبل نت بيرنج كاباسيتي. وطبعا احنا عرفنا خلاص ايه هي الـ P net والـ P total، وحسب بقى انت بتستعمل الألاوبل نت او الألاوبل جروس بيرنج كاباسيتي هتشوف الحمل اللي انت هتستعمله يبقوا متماشين مع بعض. الاثنين دول بيوضحوا لي شكل القاعده بتاعتي والدايمنشنز بتاعتها، برضو ممكن يبقى فيه بلين كونكريت او ممكن ما نستعملوش، كذلك بيبقى الرسمه اللي على اليمين دهيت بتوضح لي السكاشن الكريتيكال اللي هعمل عليها تشيك اماكنها فين، وبتوضح لي الستريسز اللي اكتنج على القاعده وهنستخدمها في حساب التريننج اكشنز. في السكتشات ديت برضو بنشوف أبعاد القاعدة بتاعتي في البلان، بنشوف الأماكن السكشنز اللي هنحسب عندها سترينج أكشنز بالنسبة للمومنت وبالنسبة للبانشنج. ودي السلايد دي اللي هي هنا بالنسبة لي السلايد رقم 20، هنبقى نعمل لها ريفرنس لما نيجي نعمل نحسب السترينج أكشنز. بالنسبة للسنتريك لودد اجريتد فوتنج، احنا دلوقتي عايزين نجيب بقى A و B. احنا جبنا A تايمز B بتساوي كام؟ الاريا بتاعت القاعدة بتساوي قد ايه؟ طب ايه العلاقة بين A و B؟ لو انا عندي العمود بتاعي مربع او مدور فالموضوع سهل، هقول ان ال A بتساوي ال B. الغرض من كده ايه؟ ان انا يبقى عندي ال مومنتس متساويين في متساوي في الاتجاهين، فيبقى عندي المومنت متساوي في الاتجاهين، هيبقى السمك الخرسانه المسلحه اللي انا محتاجه هيبقى متساوي، فهيبقى ايكونوميك ديزاين. وبرده المومنتس حديد التسليح هيبقى نفس طول الكانتليفر نفس المومنت، فده هيبقى برده حاجه ايكونوميك. طيب لو العمود بتاعي مستطيل، ففي الحالة دي هتبقى العلاقة اللي أنا محتاج أحققها هي إن A capital minus A small بتساوي B capital minus B small، بحيث يبقى طول الكانتليفر متساوي في الاتجاهين. الغرض من الكونديشن دوت هو الناحية الاقتصادية، يعني لو حد ما حققوش هتبقى الديزاين بتاعه ممكن يبقى آمن بس مش ايكونوميك. بس احنا في الكورس دوت عايزين نحقق الشرط ده عشان نحقق both economy and safety. طيب ايه خطوات بقى الديزاين، بقيه خطوات الديزاين بتاع الايزوليتد فوتنج سنتريك لودد؟ اول حاجه سيلكت ذا ثيكنس اوف ذا بلين كونكريت، عاده بناخده لو هناخد بلين كونكريت اصلا تراوح سمكه من 25 سم الى 80 سم، وبعدين هنشوف الهوريزونتال بروجكشن بتاعه قد ايه. الهوريزونتال بروجكشن بيبقى بيساوي من 0.8 تي الى 1 تي، والغرض ان هو ما يزيدش عن كده هوت ان هو ده بيبقى unreinforced فممكن يحصل فيه تشريخ. بعد كده هنعمل structure design of the footing عشان نحدد سمك الخرسانة وحديد التسليح بتاعها قد ايه، وزي ما قلنا قبل كده الكفر بتاع reinforcing bars بيبقى في حدود من 5 الى 7 سنتي، واقل diameter نستخدمه لحديد التسليح هو 12 ملي. دلوقتي هنيجي نحسب الماكسيمم بيندنج مومنت، هنيجي نحسب هنعتبر ان
القاعدة دي كأنها فيكسد عند أماكن عند العمود، وهنحسب البندنج مومنت على أساس إن ده كانتليفر. فعندي تو سكشنز هحسب لهم البندنج مومنت، عندي سكشن M1 وN1. طبعا لو احنا حققنا الكونديشنز اللي احنا قلنا عليها ان A capital minus A small بتساوي B capital minus B small، هيبقى عندي اطوال الكانتليفرز متساوية مع بعضها، ففي الحالة دي هيبقى نفس المومنت. واماكن حديد التسليح بتاعنا الرئيسية باينة هنا هوت AS1 وAS2. خلي بالكم لما تيجي بنحسب البندنج مومنت اللي هو بندنج مومنت كانتليفر عادي، بس بنضرب في فاكتور اسمه الفا. الالفا ده هو ريدكشن فاكتور بناخده ب 85%، الغرض منه ان هو في منطقه فيها بنحسبها بنحلها مرتين، مره في اتجاه اي ومره في اتجاه بي. فبنعمل ريدكشن للمومنت هنا لانها بتتحل كانها بتتحل توتالي مع كل واحده فيهم بطريقه منفصله، فبنعمل ريدكشن في المومنت بنسبه 15%. بعد كده بنعمل تشيك اوف بانشنج. التشيك اوف بانشنج بنعمله على مسافه دي على الاثنين من العمود، وانتوا باين عندكم في الرسمه هنا هوت الاريا اللي هي وريزيست البانشنج، وبنحسب البانشنج فورس وبنقسم الاثنين على بعض فيدونا التاو بانشنج، والمفروض البانشنج شير لا يزيد عن 8 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. طيب لو القاعده بتاعتي اكسنتريكلي لودد، يعني الحمل جاي اما مش متوسطا على القاعده، او الحمل جاي من المنشا معاه مومنت وهوريزونتال فورس، فده بيؤدي ان الستريسز على التربه ما تكونش يونيفورم. طيب هنصمم القاعده دي ازاي؟ اول حاجه تعالى consider a footing subjected to a vertical force Pn, horizontal force Q and a moment M. عند منسوب التأسيس الفورسز هتتنقل، هتبقى عندي vertical force Pt اللي هي بتساوي ال Pn زائد وزن التراب زائد وزن القاعدة، وهتتنقل ال horizontal force زي ما هي، والمومنت هيبقى بيساوي M اللي هو المومنت اللي فوق زائد Q في H. H دي اللي هي بتساوي T زائد T1 اللي هي سوم T و T1 هما أسماك الخرسانة البين كونكريت والريفورسد كونكريت. عشان اقدر احسب الستريس تحت القاعدة ديت انا محتاج احسب الايكوفيلنت اكسنتريستي. الايكوفيلنت اكسنتريستي ديت هي بتساوي M total على P total. وبنفترض ان الستريس ديستريبيوشن تحت القاعدة هيبقى لينير. اتكلمنا في البيرنج كاباسيتي على ازاي بنحسب الستريس تحت القواعد الاكسنتريكلي لودد. عندنا ثلاث حالات، لو الاكسنتريستي في التلت الاوسط، او الاكسنتريستي بالظبط عند التلت الاوسط، او الاكسنتريستي خارج التلت الاوسط، وقلنا في ثلاث حالات للقصه دهيت. فبنفس الطريقه بنفس المعادلات اللي اخذناها في البيرنج كاباسيتي هنقدر نجيب هنا الستريس ديستريبيوشن تحت القاعده بتاعتي. هنا المعادلات لحساب كيو ماكسيمم وكيو مينيمم لو عندي الاكسنتريستي في التلت الاوسط من القاعده. وفي الحاله دي بيبقى الستريس ديستريبيوشن شكله ترابيزويدال، والمعادلات دي احنا اتكلمنا عليها في البيرنج كاباسيتي كما قلنا قبل كده. او الحل الثاني لو انا عندي الاكسنتريستي بالظبط بتساوي ايه على 6، يعني عند حدود الثلث الاوسط، ففي الحاله دي بيبقى البريشر ديستريبيوشن هو مثلث، كيو مينيم بتساوي 0 وكيو ماكسيمم بتساوي 2 بي تي على اي بي، كأننا عوضنا بـ A على 6 في المعادلة الخاصة بـ اللي هي لو الإكسنتريستي within التلت الأوسط. لو الإكسنتريستي خارج التلت الأوسط فكنا اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا إن في جزء بيتعرض له تنشن والسويل ما بيتفعلش تنشن، فبيحصل إعادة توزيع للستريسز، وبنحسب الـ Q maximum بالمعادلة الـ given عندنا هنا أهو. في بعض الاعتبارات الخاصة ناخدها لو عندي eccentric loaded footing، إن الـ maximum soil pressure for all load combinations لو عندي dead والive ومومنت ما يزيدش عن 1.2 Q allowable، والـ Q allowable is the allowable bearing pressure under axial load only. يبقى أنا ممكن أزود
الاوبر ستريس بتاعي في حدود 20% لما ادخل معايا اللايف لود والمومنتس في الحسابات. تاني حاجة، if the column loads include cranes، لو هي فيها أوناش، the entire footing area should be effective and the pressure distribution should satisfy the following condition. لو في ونش عندي لازم مساحة الأريا كلها بتاعت القاعدة تبقى شغالة معايا، ولازم كمان يبقى الكيو مينيمم أكبر من أو بتساوي 25% من الكيو ماكسيمم. والغرض من كده إيه؟ إن الونش ده أثناء الحركة بتاعته ممكن يتحشر أو يحصل فيه مشاكل في الحركة نتيجة التلت اللي ممكن يحصل في القاعدة نتيجة إن في فرق كبير في الستريسز بين كيو ماكسيمم وكيو مينيمم. للقواعد اللي subjected to permanent moment عليها مومنت دائم، دائم دوت من حيث الاتجاه والمقدار، ممكن في الحالة ديت إن أنا أحرك العمود بتاعي أرحله بحيث إن هو يعمل counter moment، يعمل مومنت مضاد مساوي للمومنت اللي جاي عندي بحيث إن أحصل على uniform stresses تحت القاعدة. في حالة تانية لو ما عنديش كرينز ممكن أسمح بوجود triangular pressure، بس على الأقل لازم تبقى تلات أرباع القاعدة شغالة معايا، يعني ال y تبقى أكثر من أو بتساوي 0.75 e. طبعا كل الكونديشنز ديت الغرض منها إن أنا أقلل ال angle of tilt بتاعت القاعدة، إن القاعدة يحصل لها دوران. هنا ده شكل بيوضح عمود معرض ل permanent moment. ففي الحالة ديت ممكن أرحل العمود بـ eccentricity تديني مومنت مساوي للمومنت الابلايد عندي ومضاد له في الاتجاه. لو المومنت الابلايد بيغير اتجاهه ما ينفعش في الحالة دي أعمل الحل ده، لأن هو في بعض الأحيان ممكن يبقى عندي double effect للمومنت ويزود لي الستريسز أكتر. اخر حاجه، لو انا عندي horizontal force، فالhorizontal force دي ممكن تعمل لي سلايدنج للقاعده بتاعتي، فلازم اتاكد ان القاعده بتاعتي سيف اجينست سلايدنج. فعندي انا الhorizontal force، الابلايد horizontal force هي Q، وعندي الفورس اللي بتقاومها هي P total مضروب في ميو اللي هو coefficient of friction بين القاعده وبين السويل. فلازم اتاكد ان ال PT في ميو اللي هي ال resisting force أكبر من أو بتساوي 2 هو ال factor of safety في Q، Q هو ال applied horizontal force. في حل تاني أشيل بيه ال horizontal forces دهيت، إن أنا يبقى عندي connecting beams بتربط القواعد مع بعض، فممكن connecting beams دي هي اللي تشيل ال horizontal force. بعد كده هنتكلم على design of combined footings. لو عندي قاعدتين قربوا من بعض فقمت حللتهم مع بعض على قاعدة مشتركة، فزي ما انتم شايفين هنا دي dimensions بتاعة القاعدة، ال plain concrete وال reinforced concrete. دي اللي الترمات او اللي احنا مستعملينها هنا، دي اللي مكتوبة هنا، دي اللي هنستعملها في الديزاين في السلايدز القادمة.